انا قلت خلاص مفيش شوكولاته طماطم، خلاص بقى يا حبيبتي عشان خاطري يا ماما. طيب واحده بس. لا يا طماطم، انت اكلتي شوكولاته الصبح لما جيتي من الحضانه، واخدتي شوكولاته معاكي وانت رايحه الحضانه، وكفايه قوي كده، مش هقدر اديكي اي شوكولاته النهارده تاني. ماشي يا ماما ماشي. يلا دلوقتي بقى جمعان الدش بتاعنا، هتدخلي على طول اول تاخدي الدش بتاعك. حاضر يا ماما حاضر. يلا يا حبيبتي علشان عايزاكي تنامي بدري النهارده. انا مش عايز اخد دش، الجو برد قوي، اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ كل شويه دش 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 يا طماطم، دش يا طماطم، امري لله افتح الدش وامري لله. يلا بقى نزل الميه يا اخي بقى، الله حرام عليك. يلا بقى يا دش انت. الله ايه ده؟ معقول الدش هينزل شوكولاته؟ ما تضحكيش عليا يا طماطم، بطلي الحركات بتاعتك دي، اطلعي من دول، انت اكيد اللي ماليه الحوض ده شوكولاته. والله ما مليته يا توته. طب استني هنفتح الدش تاني. لا المره دي انا بقى اللي هفتح، اما اشوف ازاي الدش بينزل شوكولاته زي دي. طب بس تعالي ادخلي كده. حاضر يا ستي. ادي يا ستي الحنفيه، مفيش حاجه نزلت يعني. هي بتعمل كده ليه؟ ايه الصوت ده؟ هو ايه اللي نازل منها؟ دي بقى حنفيه سحريه دي ولا ايه؟ مش عارفه مش عارفه يا توتة، انا فرحانه قوي، كل اللي انا عارفاه ان انا فرحانه جدا. يا سلام. ايه طماطم، تعالي نفتح الحنفيه كمان مره، بس نفتحها احنا الاثنين مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا خبر ابيض، دي حلوه بيضة كمان، انا بحب الحلوه البيضة دي قوي. دي شوكولا بيضة باين ولا ايه؟ اكيد اكيد، دي طعمها بيبقى يجنن يا طماطم. يلا ناكل يا طماطم بسرعة. ده احنا مش بس هناكل يا توتة، احنا هنعوم في الشوكولا. هنعوم في الشوكولاتة يا توتة. يا سلام. الله يا حوي، دي كمان حلوة مش بس شكلها جميل. والله يا طماطم الحوض ده كده كله، انا عايزة من ده كل يوم، عايزة اعوم في حوض من الشوكولاتة والحلوة. ده احلى دش خدته في حياتي في حياتي. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناة طبعا. وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول، ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقة جديدة. باي باي, باي, باي.